كنتش قادره اقول لامي لان كان هتقع من طولها، امي عندها القلب. خسرت طحالها في جوازتها الاخيره وفيفي عبده ربطت راسها بمفتاح، صالحت ضرتها واتخانقت مع ايتن عامر بسبب فستان. سمية الخشاب من الفنانات اللي بتحب تتفاعل مع جمهورها باستمرار على السوشيال ميديا ودايما بتعرفهم اخبارها اول باول. في الساعات الاخيره اسمها تصدر الترند بعد نصحتها لطلاب الثانويه العامه وقالت لهم فيها ادخلوا الكليه اللي تحبوها وما تمشوش وراء فكر الاهالي القديم بتاع كليات القمه. سمية كل سنه بتنزل مراجعات للطلبه بطريقه سهله وبتقول لهم لما تتوتروا امر قصر. من الحاجات اللي كتير من جمهورها ما يعرفهاش انها تعبت جامد في كواليس مسلسل يانا يا انتي. ساعتها الفنانه فيفي عبده قالت لها انتي واخده عين جايباكي الارض، وربطت لها راسها بمفتاح وعملت لها عروسه. بالمناسبه دي عاده قديمه كانوا بيستخدموها للمحسودين. سمية بتحب تحافظ على خصوصيه حياتها، ورغم انها اتجوزت 5 مرات لكن محدش من جمهورها يعرف تفاصيل كتير عن جوازاتها عكس جوازتها من الفنان احمد سعد. انفصلوا بعد 2 سنين وقتها اتهمته بالشروع في قتلها بعد ما فقدت الطحال بسببه في مشادة عنيفة بينهم. تجربتها مع أحمد سعد كانت قاسية وخسرتها ناس كتير من الوسط الفني منهم ريم البارودي اللي كانت متجوزاه قبلها، لكن سمية بذكائها قدرت تصلح علاقتهم ببعض لدرجة إنها دلوقتي بتتصل بيها مخصوص وتبارك لها كمان على أعمالها أول بأول. سمية الخشاب قالت في لقاء ليها ان رحلتها الفنيه ما كانتش سهله خالص زي ما الجمهور بيعتقد، وانها تعرضت لهجوم كبير في بدايتها. تصوروا انها اتخانقت مع ايتن عامر وبسبب فستان، والحكايه انه في 2021 ايتن لبست فستان نسخه طبق الاصل من فستان سميه، ساعتها انتشر على السوشيال ميديا انها بتقلدها، لكن ايتن نفت الكلام ده كله وقالت لو فاكره اني بقلدك يبقى اكيد انت غلطانه. وفي الاخر اتصالحوا وقالوا ان اللي حصل ده كان مجرد سوء تفاهم فنانات.